السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رياض محرز، يعني بلغة الأرقام رياض محرز يتفوق على جاك، يعني على اللعاب الوفد الجديد تاع استون فيلا، وين بلغة الأرقام وين رياض محرز متفوق عليه يعني في كل الأرقام. هذه حاجة مليحة، أرقام هذه اللي تساعد رياض محرز. ناس اللي باغيين ينشروا اليأس، محرز صايك، محرز مناش، عندنا نوع اليوتيوبر محرز، قلت لكم باللي محرز مع غوارديولا، يا ودي روح تربح غادي كاع، روح تربحوا، خلوا الطفل يلعب. شعمل خطرة، شعمل خطرة كاع هدرتكم كاع يقيسها في لابوبيل. على بالك محرز دي فوا يهدر هدرة، هذاك راه جزائري فانيكا، تربى في فرنسا، واه زاد في فرنسا، تربى في كارتيغي جزائريين، يخمم كيما تخمم انت حيلي، هو فين اكثر منك، تربى فين في كارتي تاع 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 جزائريين تاع مغاربة سينيغاليين التوانسة، شعمل عقلية تربى معاها، شعمل جنس تربى معاه، جاي انت يا بيت محرز روح روح، اودي بيت تقول انتوما راكم قاودينه، ولا تقول انتوما راكم مين يهدر، مين يهدر على على تقول انتوما كنت تقعدوا بين غوارديولا وبين محرز، والله العظيم تحسب انتوما قاعدين بين غوارديولا وبين محرز، انا راسي دورة وين عاد مدير الفني يعني وين عاد المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الانجليزي بيب غوارديولا لتعامله الغريب، يعني نقولوا باللي الغريب ماشي غريب، عامل المداوره خاصة مع النجم الجزائري رياض محرز مع بداية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أبقاه على دكة البدلاء لمباراتين على التوالي بعد المشاركة الأساسي واحدة فقط كانت أمام توتنهام في افتتاح البريمير ليج، وفي مباراة كان فيها الجميع لاعبي سيتي خارج الإطار. محرز شارك في 29 دقيقة فقط خلال مباراة الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح رغم ذلك في ترك بصمته في فوز العريض بخماسية نظيفة بعد أن صنع هدف الأخير، ما يؤكد فعاليته الكبيرة مقارنة بالوفد الجديد جاك الذي حصل على مكانة أساسية مباشرة ودون خضوع لنفس الحساب الذي يخضع له الدوري الجزائري. بصح هنا ملوم، هنا ما نجموش نتهموا أي مدرب ولا حاجة، بيشوف الجاهزية تاعو، يمكن يكون حنايا جوكر تاع محرز، يمكن يكون روبلاسو تاع محرز، عيشوف فيه وديروا حسابكم بلي محرز ان شاء الله بربي في جونفي غادي يغيب شهر، غادي يجيب القله شهر، الشهر غادي ما تعودش تلعب في بلاد لونتيني، باقي يخمم يخلي اللعب هذا يمشي 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 يمشي، قد ما يجيب شهر، يجيب الشهر تاع جونفي شتو غادي يدير اللعب شهر هو يلعب، دير حسابك بلي في انجليزي شهر تاع شايلب، ولا عندو في السيمانة تروا ماتش، في السيمانة تروا ماتش، هيا دير حسابك شهر شحال من يلعبو، في السيمانة تروا ماتش، دو سيمي 12 يعني 24 مباراة يلعبها، يقعد يقارع عليك نتايا لي راك تقول بلي غوارديولا يكره محرز، يا ولدي محرز عم خطا يرد عليكم وهدرتكم كاع يديرها في لابوبيل، شنو تهدرو هادوك قالو هادو تاع بي سبور، محرز 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 هادوك اليوتيوب يكذب هاي يديرها في لابوبيل، تا يخرج يدير لكم كيما انا راضي مع انا راني راضي بالعمل مع غوارديولا وانا سعيد معه في مانشستر سيتي ولا ارى اي تحريض لكي اغادر السيتي، هاي يقولها لكم كيما هاكا، هو اللي تبغوا تخدموا باسماوات غيقولها لكم كيما هاك، يا ربي يهديكم، هضروا على كيفاش نلعب، هضروا على التاكتيك دو جو، هو مستوغي نتوما محرز، ما كنا الناس ما كانش هذه تاع محرز يكره غوارديولا، غوارديولا يعزم، صاو جاو ناس كيما كماصا ومحرز يكره منا، ارتيتا محرز، ديبرين ما طاهالوش، ستيرلينغ ما بغاش يسير بها له، ستيرلينغ يكسر بها له، يعني سترينترا، قيطاره، بزاف.
وين عاودوا وين محرز أكثر فعالية من جاك، وبالعودة إلى لغة الأرقام والحسابات بين رياض وجاك في الدور الإنجليزي الممتاز، نسجل تفوق قائد المنتخب الجزائري على الدوري الإنجليزي. فمحرز شارك في 3 مباريات، واحدة فقط أساسي، هذه اللي نبدأ نقول لكم عليها، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، رغم أنه لم يلعب سوى 123 دقيقة، أي أنه يساهم في صناعة أو تسجيل هدف كل 61 دقيقة، وهو رقم مميز بالنسبة للعاب لا يشارك بانتظام. أما جاك فسجل هدف وصنع آخر مثله مثل رياض محرز، لكن في 3 مباريات كأساسي، وبمعدل دقيقة لعب وصل إلى 255 دقيقة، أي أنه يصنع أو يسجل هدف في كل 127 دقيقة، وهنا يبرز الفرق في الفاعلية بينه وبين النجم الجزائري الذي سجل هدف بعد أن لعب 15 دقيقة فقط أمام نورويج سيتي، وصنع آخر بعد أن شارك في 29 دقيقة فقط أمام أرسنال. والغريب في الموقف غوارديولا هو أنه اختار اعتماد على البرازيلي غابرييل خيسوس في مكان رياض محرز كجناح أيمن، وهو المعروف أنه يلعب رأس حربة، وكان على رأس القائمة اللاعبين المعروضين للبيع، رغم أن الدولي الجزائري يتفوق عليه بمراحل من الناحية الفنية. المدرب الإسباني ووسائل الإعلام البريطانية أشادت بخيسوس في منصبه الجديد، وما وصفه بشراكته المثالية مع جاك، ما سيقلل من فرض عودة محرز قريبا إلى التشكيلة الأساسية، خاصة أن الصحافة الإنجليزية أبرزت أرقام خيسوس في منصبه الجديد من خلال تسجيله لهدف وصناعة 3 أهداف. يعني حنا نعرفوا بلي خيسوس عرفوا من يلعب، حتى وين تشوف هذا جاك كيفاش يلعب، يعني وين يجي مينير دو جو، يجي مينير دو جو، يجي مينير دو جو. هو يمكن لعبوا خيسوس باش يبيعوه، يمكن غوارديولا راه يلعب في اللعابه ويشوف الجاهزيه تاعهم يا جماعه. اي خاص غدو ان شاء الله محرز يولي يلعب. العام اللي فات محرز لازم يخرج. شا قلت محرز هاي يروح كذبو كيما مي تقول له واحد تقول له محرز قلت لا يروح صباح الخير لا يروح كذبو تاع يروح كذبوها كاع ولاو يهضروا بها. ما قال لك واحد برك سعيد فلاط لي قال لكم قالكم غالطين، ومحرز سعيد في مانشستر سيتي، الناس خرجوا يعايروا فيه خاطر علاه كيف تكذب حنا نكذبوا راك تكذب فينا. كريستيان غير سعيد في الله غير شو ما يقولوا له اي انا نكذبوا وانت يا تتكذب فينا، تما هما يكذبوا وما يبغيش لي يكذبهم، وما يكذبوا بصح ما يبغيش لي يكذبهم. بعد محرز ولا يلعب نساو باللي غوارديولا مازال غير غوارديولا، وغير غوارديولا يلعب في محرز العام اللي فات كاع الناس تعاين في غوارديولا. من بعد نساو باللي غوارديولا هو اونترينر من محرز ولا يلعب تيتيلر، لعب دوز اي تشامبيونز ليغ، لعب دوزيام تور، لعب الي روتور تاع يا ربي الي روتور كونت بروسيا دورتموند، لعب كونت باريس سان جيرمان الي روتور، لعب فينال. نساو باللي غوارديولا غير هو اونترينر، ما بدلوش اونترينر ولي هو اونترينر. يا روز منيكي جاو انت دروك بنادم ما يعرفش التاكتيك دو جو، لعب جوار كيفاش يلعب جوار، وين اللي خلاه يلعب جوار كيفاش جوار منه، بعدي تجي تكسر ريسان تاع راسي ولا كل واحد يلغى بالغا ولا ها جوار محرز محرز كاع كيما هكا. غدوة إن شاء الله كو يجي صحافي يهدر معايا يقول لك ديك التالية تاع تونس، التالية كونت تونس قبلنا نبوماتوش، قال لهم مي صحافي قال له بيت روح، قال له أنا لم أرى شيئا يحرضني الخروج من سيتي. الناس قاعدة ما كان والو صاحبي، ما كان والو. تسمى قال الهدرة تاعكم زعما في ساشية كحلة ويقيسها في لابوبال، كان والو خويا. كل خطره كل خطره يقيس لكم كلام انتو ما براهيش. انا جوار تاعنا يهضر بوم وبلسانو يزغدو كلش، يهضر يدافع على غوارديولا
عمر انا شفت واحد جوار خرجه كلوب خرجه وصاني ماني خرجه شاد له جاب يمدلو خمسه قال له خليها عندك فما هذا كان زعفان هذيك تاع كودا لها محرز غوارديولا الناس كون دايرتها ليالي حلميه افلام افلام تركيه كون مخرجين عليها واحد 500,000 فيديو كون دايرينها مسلسل هذيك قال ما تحبش تاكو محرز يديرها غوارديولا ما تحبش الله يهديكم.